الله الرحمن الرحيم. إخوتي أخواتي، لقاء جديد ومتجدد يجمعنا معكم على الهواء مباشرة من خلال برنامجكم، برنامج الطريق إلى مكة. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع وأن ييسر إن شاء الله الجميع الفوز بالجائزة الروحية، وهي أداء العمرة برحلة مدفوعة الأجر كاملة، بالإضافة للمبلغ الذي يفوز به المتسابق الكريم أو المتسابقة الكريمة. اليوم إن شاء الله تعالى سيكون السحب للأسبوع الرابع على الجائزة، وهي 10,000 ريال سعودي للإخوة الذين شاركوا معنا في السؤال الأسبوعي. بسم الله نبدأ، وعلى بركة الله نتوكل بإذن الله تعالى إلى مكة المكرمة. أجدد الترحاب بكم إخوتي وأخواتي، وأذكر الآن مشاهدينا الأعزاء بالسؤال اليوم، سؤال المشاركة في السحب الأسبوعي الذي سيتم إن شاء الله تعالى في نهاية هذه الحلقة، وقيمته كما قلت لكم هي 10,000 ريال سعودي. من هو أول من حفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب بعد محمد صلى الله عليه وسلم؟ 1. علي بن أبي طالب. 2. عثمان بن عفان. أرسل مكة مع رمز الإجابة الصحيحة على الأرقام التالية. أو اتصل على الأرقام التالية. أهلا بكم أحبتي من خلال برنامجكم، برنامج الطريق إلى مكة، ونحن في الأيام العشر الأخيرة من هذا الشهر الفضيل. سعدنا بسماع أصوات مختلفة في هذا البرنامج الكريم، والعائلة المسلمة تتجمع وتتحلق حول شاشة قناة إقرأ في هذه السويعة، تشارك وتتفاعل من خلال المعلومات وتسعى للفوز بالعمرة، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يمن على الجميع بها الفوز بهذه الجائزة. الآن إلى متسابق جديد إلى مكة. السلام عليكم أخي الحبيب. السلام عليكم. عليكم السلام أخي نديم، كيف الحال؟ إن شاء الله بخير. بخير الحمد لله. اسمك نديم أم لبيب؟ نبيل. نبيل. آه كيف الحال أخي نبيل؟ الحمد لله. آه. كيف أهلنا في فرنسا؟ طيب جاهز أخي الحبيب للانطلاق إلى مكة المكرمة إن شاء الله؟ جاهز إن شاء الله. إذا إن شاء الله مع أخينا نبيل، مغربي مقيم في فرنسا، إلى مكة إن شاء الله. يلا أخي الحبيب ركز معنا كويس، معك الآن 500 ريال، حاول أن تزدها حتى تصل بإذنه تعالى إلى مكة المكرمة، وأنا متفائل بسماع صوتك في بداية هذه الحلقة. يلا أخي. تمام أخي نبيل؟ يلا الآن 500 ريال زدها. عالم كيميائي مسلم اكتشف حامض الكبريتيك، هل هو جابر بن حيان الاصطخري ام المجريطي؟ ابو الكيمياء. تمام جابر بن حيان، ممتاز اخي الكريم. يلا سؤال الذي يقول: الجودو والكاراتيه رياضه صينيه منشاها ام يابانيه ام كوريه؟ يابانيه صينيه ام كوريه؟ الجودو والكاراتيه يابانيه صينيه ام كوريه؟ يابانية. خلينا نشوف إذا كانت الإجابة صحيحة. ممتازة أخي الكريم. السؤال الذي يليه: تعتبر ماليزيا دولة دستورية فيدرالية، ملكية انتخابية، سلطنة أم جمهورية؟ يعني هناك رمز لها، ملك أم سلطان أم رئيس؟ جمهورية. جمهورية. خلينا نشوف، هي ملكية انتخابية أخي الحبيب، فيها ملكية. على أي حال، جزيرة يابانية بقيت تحت السيطرة الأمريكية حتى عام 1972 الميلاد، هل هي شكوكو ولا ريوكو أم ناكازاكي؟ ريوكو أم شكوكو أم ناكازاكي؟ ناكازاكي. لا هي ريوكو. يلا معلش السؤال الذي يليه، ركز معي: الزي الرسمي الياباني الدشداشة أم الكيمونو أم البرنيطة؟ الكيمونو أم الدشداشة أم البرنيطة؟ الثانية، الكيمونو. ممتاز. يلا السؤال الذي يليه. انتهى الوقت أخي الحبيب، معلش فزت معنا 800 ريال سعودي أخي نبيل، تحياتي لك ولكل إخواننا المسلمين في فرنسا، مع تمنياتي لك إن شاء الله تعالى أن توفق وأن
تزور مكة المكرمة، إنه سميع مجيب. أخوتي أخواتي، أرقامنا دائما معكم على الهواء مباشرة للمشاركة من خلال برنامجكم، برنامج الطريق إلى مكة، وطبعا عن طريق الرسائل القصيرة أو عن طريق الرد الآلي للأخوة. ما يتعلق الرسائل القصيرة، إذا أجابوا إجابة واحدة صحيحة سيدخلون إن شاء الله تعالى معنا في السحب بإذن الله تعالى. أذكر بأنه في هذه الجمعة اليوم الطيب المبارك سيتم السحب للأسبوع الرابع بالجائزة، وهي 10,000 ريال سعودي لفائز سنعرف اسمه إن شاء الله تعالى في نهاية حلقتنا لهذا اليوم. حتى الآن بحمد الله فاز معنا 14 شخصا سيؤدون هذه العمرة إن شاء الله تعالى برحلة مدفوعة الأجر كاملة، بالإضافة للمبلغ الذي يفوز به المتسابق الكريم أو المتسابقة الكريمة. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع إن شاء الله إلى متسابق جديد إن شاء الله تعالى، ويصل إلى مكة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أخي صلاح، السلام عليكم. عليكم السلام أخي صلاح، كيف الحال؟ إن شاء الله بخير الحمد لله. كيف أهلنا، كيف أهلنا في قطر؟ الحمد لله. أنتم بالأصل من أين أخي صلاح؟ نعم، بالأصل من أين؟ من الأردن. من الأردن، أهلا وسهلا بك. جاهز أخي صلاح انطلاق إلى مكة المكرمة؟ جاهز. يلا. أخونا صلاح أردني مقيم في قطر، سنتوجه معه الآن إلى مكة. يلا الله يسر لك أمرك. يلا أخونا الحبيب ركز معنا الآن، معك 500 ريال حاول أن تزدها حتى تصل إن شاء الله تعالى إلى مكة المكرمة. وسؤالك الأول يقول كالتالي أخي الكريم، منطقة نتركز فيها غالبية سكان مصر، هل هي الدلتا ولا الإسكندرية ولا سيناء؟ دلتا وادي النيل أم الإسكندرية أم سيناء أو سيناء؟ الإسكندرية. الإسكندرية، خلينا نشوف إجابة مش صحيحة، هي الدلتا. يلا أخي الحبيب، السؤال الذي يليه يقول ما هي كنية سيدنا عمر بن الخطاب؟ هل هو أبو حفص ولا أبو بكر ولا أبو الفاروق؟ أبو حفص. سيدنا أبو الفاروق. أبو الفاروق. طيب خلينا نشوف، هو أبو حفص أخي الحبيب. يا الله. الألماس يوزن بماذا؟ بالقيراط أم بالجرام أم بالكيلو؟ بالقيراط. آها زبطت معك، ممتاز. السؤال الذي يليه، يلا. خليفة جمع المسلمين على مصحف واحد، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، عمر بن الخطاب. سيدنا عثمان. عثمان، ممتاز. يلا. من علماء المسلمين ألف كتاب إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، ابن قيم الجوزية، ابن تيمية، الشافعي. ها ابن قيم الجوزية. يلا أيوة أكسب الوقت. يلا ممتاز، يلا بدأت تصير أمورك تمام. ما هي عاصمة الغساسنة؟ بصرة، دمشق، دير الزور في سوريا. الغساسنة، انتبه، بصرة، دمشق، بصرة. ممتاز، رائع. السؤال الذي يليه، هضبة في سوريا بين نهر اليرموك وجبل الشيخ، الدكن، الجولان، عسير. الجولان. ممتاز، 1300 ريال سعودي، والله ممتاز. في الأول ما مشيت كويس، راح عليك أول سؤالين، لكن ما شاء الله عليك عوضت الأسئلة التي تليها. يلا يلا، هذا وضعك مبشر الآن، تمام. مبروك 1300 ريال سعودي، الله يسهل لك. الأخ الكريم صلاح وهو مقيم في الدوحة، جاهز انطلاق إلى مكة المكرمة؟ جاهز إن شاء الله. يلا صلاح من الدوحة إلى مكة إن شاء الله تعالى. يلا يلا أخي الحبيب، يعني ما شاء الله شدت الحيل بشكل جيد وممتاز، هذا وضع مبشر إن شاء الله. لك الآن أن تختار قطاعاتك أخي الحبيب حتى تصل إن شاء الله تعالى مكة. خيارك للقطاع بشكل جيد يعني هو نصف الإجابة على السؤال. فأمامك الآن لغة عربية، تاريخ، جغرافيا، معلومات عامة، دين أم جغرافيا أم علوم؟ والله أنا معلومات التاريخ هي أفضل. يلا خلينا نشوف قطاع التاريخ. يلا إن شاء الله يكون السؤال عليك سهل في التاريخ، ركز معنا أخونا الحبيب. ها يلا يلا، شكلك مدرس تاريخ. ها طيب يلا يلا، ماذا كانت تسمى أوكرانيا سابقا؟ ما بدي أخذ من وقتك، ماذا كانت تسمى أوكرانيا سابقا؟ كانت تسمى روسيا الصغرى. أوه ممتاز، فعلا روسيا الصغرى. صلاح يا صلاح يا صلاح، يا سلام عليك يا صلاح، معلوماتك التاريخية ممتازة. تحياتي لك وشكلك متابع جيد في الطريق إلى مكة. تحياتي لك. الحمد لله الذي أكرمنا، الحمد لله. الله يبارك فيك أخي الكريم، كل عام وأنتم بخير. تحياتي لك والعائلة الكريمة وإخواننا المتواجدين أيضا في قطر الحبيبة الغالية. أخونا صلاح وهو مقيم في الدوحة أجاب، اختار قطاع التاريخ
وأجاب في قطاع التاريخ إجابة ممتازة، تحياتي لك، وضمن 15 ثانية، وما شاء الله عليك معلوماتك ممتازة جدا جدا جدا. إخواني أخواتي، أرقامنا معكم على الهواء مباشرة، لا تبخلوا على أنفسكم، والفوز بهذه الجائزة الروحية أداء العمرة برحلة مدفوعة الأجر كاملة، بالإضافة للمبلغ الذي يفوز به المتسابق الكريم في إجابته الصحيحة على هذه المسابقة. فاصل قصير وأعاود معكم إن شاء الله المسير إلى مكة المكرمة، كونوا معنا. أهلا بكل أحبتي من خلال شاشتكم، شاشة قناة إقرأ الفضائية، أدعو الله سبحانه وتعالى أن يسر أمركم وأن تصلوا إلى مكة كما وصل أخونا صلاح مقيم في الدوحة. بحمد الله أصبح الرقم 15 الآن الواصلين إن شاء الله تعالى إلى مكة المكرمة. أخواتي أخواتي، أرقامنا تظهر أمامكم دائما على الشاشة عن طريق الرسائل القصيرة أو عن طريق الأرقام الرد الآلي، وأذكر بأنه سيتم اليوم إن شاء الله تعالى السحب على 10,000 ريال سعودي الأسبوع الرابع، والذي تقدمه لكم قناة إقرأ الفضائية من خلال جوائز تقدمها قناة إقرأ الفضائية سواء المالية أو الروحية وهي أداء العمرة. متسابق جديد إلى مكة، يلا يلا يا ميسر. السلام عليكم أخي محمد. نعم كيف الحال أخي محمد نور؟ إن شاء الله بخير. الحمد لله. حياكم الله. من أي منطقة في سوريا الحبيبة؟ حلب. يا اهلا وسهلا بكم اخي الحبيب، جاهز انطلاق الى مكه المكرمه باذن الله؟ باذن الله. يلا الله يفتح عليك اخي الحبيب محمد. اذا مع اخينا محمد نور الى مكه ان شاء الله. يلا محمد الله ييسر امرك، معك الان 500 ريال سعودي، حاول ان تزدها حتى تصل ان شاء الله تعالى الى مكه. جاهز اخي الحبيب؟ جاهز اخي محمد؟ معك. يلا الله ييسر لك امرك. اذا اخونا محمد نور من سوريا، سؤاله الاول يقول: من أول من لقب بأمير المؤمنين، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، أم علي بن أبي طالب؟ عمر بن الخطاب. تمام ما شاء الله عليك، يلا ثقة ممتازة. في أي عام استقلت جورجيا عن الاتحاد السوفيتي؟ 1990، 92، 2001؟ 92. تمام ما شاء الله عليك ممتاز. السؤال الذي يليه يقول: طبيب عربي اشتهر بعلم النبات، هل هو ابن البيطار، هل هو ابن الهيثم، هل هو ابن نباتة؟ استثني ابن الهيثم لأنه عالم من البصريات. ابن البيطار. ممتاز سؤال. يلا سؤال الذي يليه: في أي حادثة لقب أبو بكر بالصديق، الإسراء والمعراج، بدر أم بئر معونة؟ الإسراء والمعراج. تمام ما شاء الله عليك. يلا سؤال الذي يليه يقول: مدينة يقع فيها مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف أو مجمع، هل في مكة أم في المدينة أم في جدة؟ المدينة المنورة. المدينة المنورة ما شاء الله عليك، معلوماتك رائعة. يلا السويد ثالث أكبر دولة من حيث المساحة، وأين؟ في الاتحاد الأوروبي، في منطقة آسيا، أم في منطقة دول البلطيق؟ الاتحاد الأوروبي، آسيا، دول البلطيق، الاتحاد الأوروبي. السويد. ممتاز إجابة صحيحة ما شاء الله عليك، رائع. يلا من هو صاحب لقب الأعشى، ميمون بن قيس، الحجاج، أم علي بن سليمان؟ ميمون بن قيس. يا سلام عليك ممتاز، معلومات كاملة ولا خطأ. محمد نور من سوريا، من ريف سوريا بالتحديد، مبروك 1700 ريال سعودي أخي محمد. نعم. يلا أخي محمد ماذا تعمل؟ أعمل في مجال الطب، بناء. ما شاء الله عليك، بس معلوماتك ممتازة ما شاء الله عليك. متابع البرنامج بشكل دائم. يلا سيدي، هذا من حسن حظنا وسعداء بهذا يعني الحب والولاء للقناة وللبرنامج. الحمد لله. يلا الله يفتحها عليك. الآن هانت المسافة، بقي خيارك الصحيح حتى تدخل إن شاء الله تعالى إلى مكة مع أخينا محمد نور من ريف سوريا إلى مكة إن شاء الله. إن شاء الله. يلا سلام. يلا محمد. نعم. استثمر ما شاء الله طاقتك المعلوماتية عفوا، واختر قطاعا جيدا زي ما اختاره قبل شوي اخونا صلاح من قطر. تمام اختار قطاع ووفق. الان لك انت قطاعاتك وما ترى. السؤال قطاع الديني. يلا اذا يا اخينا محمد نور، وسؤاله الان للعبور الى مكة المكرمة في 15 ثانية في القطاع الديني هو كالتالي. سؤالك يقول: من بنات الرسول قدمت قلادة للرسول فداء لزوجها الأسير؟ زينب. ممتاز 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 يا محمد، والله إنك رائع ورهيب يا محمد. الله أكبر الله أكبر.
مبروك يا محمد. الحمد لله محمد. ما شاء الله عليك يا محمد، ما شاء الله عليك محمد. نعم اول مره تؤدي العمره؟ اول مره اتصل في برنامج مسابقات. الله يفتحها عليك يا سيدي، الله يفتحها عليك. الحمد لله. اول مره تشارك مسابقات؟ اول مره. واول مره الله يفتحها عليك وتفوز بمكه وتروح بمكه، والله ييسر لك امرك وتصل ان شاء الله تعالى الى مكه في الايام القادمه. معلوماتك الدينيه ممتازه ورائعه، ومعلوماتك العامه ايضا ممتازه. الحمد لله. الله يفتحها عليك. متزوج؟ نعم. متزوج؟ نعم متزوج. ابو ايش؟ ابو عبود. والله والنعم يا ابو عبود. الله يرضى عليك. تحياتي لك اخي الكريم، كل عام وانتم بخير مقدما، والله يفتحها عليك وتصل الى مكه مع الواصلين ان شاء الله تعالى. اخونا محمد نور من ريف سوريا اصبح الرقم 16 اليوم مساء. الله فاز معنا اخونا صلاح، اردني مقيم في الدوحه في قطر، وها هو اخونا محمد نور يفوز معنا في حلقه هذا اليوم، فائزان في حلقه واحده. الله يزيد ويبارك ان شاء الله على خير. اخواني واخواتي، اذكركم الان بسؤال الرسائل القصيره اللي الأسئلة الأسبوعية، والذي سيتم السحب عليها إن شاء الله تعالى في نهاية هذه الحلقة بقيمة 10,000 ريال سعودي. من هو أول من حفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب بعد محمد صلى الله عليه وسلم؟ 1. علي بن أبي طالب. 2. عثمان بن عفان. أرسل مكة مع رمز الإجابة الصحيحة على الأرقام التالية: اخوتي اخواتي، سعادتي غامرة في هذا اليوم المبارك وفي هذه الايام الطيبة المبارك في العشر الاواخر من رمضان. في حلقة هذا اليوم فاز متسابقان بحمد الله مع بداية حلقتنا، يعني بسم الله ما شاء الله الاسئلة في متناول مشاهدينا. وبعدين أنا ألاحظ شيء جميل حقيقة لمتابعي البرنامج، أنهم يملكون قدرا جيدا من الثقافة، يعني يتزودون بالمعلومة. كما قال أخي محمد نور قبل قليل، قال أنا أتابع البرنامج دائما وحريص على أخذ المعلومة والتفاعل معها، وبحمد الله قال أول برنامج مسابقات يشارك معه في حياته، والحمد لله كانت معه صائبة وأصابت الأمور إن شاء الله تعالى. أنا سعيد في هذا البرنامج أننا سبب، طبعا ليس أنا كشخص لكن أقصد كقناة، كقناة إقرأ نحن سبب من خلال هذا البرنامج أن يؤدي المسلمون العمرة، أن يصلوا إلى مكة ويزوروا المدينة المنورة. أنا سعيد خصوصا في هذه الأيام الطيبة المباركة، سعادتي غامرة، وأنا متأكد كل أعضاء قناة إقرأ سعادتهم غامرة بهذه الإنجازات التي تقدمها قناة إقرأ من خلال هذه الجائزة الروحية. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها، إنه سميع مجيب. الآن متسابق جديد إلى مكة، ترى سيصل؟ خلينا نشوف. السلام عليكم أخي محمد. وعليكم السلام. كيف الحال أخي الحبيب؟ إن شاء الله بخير. الحمد لله. جاهز انطلاق إلى مكة أخي محمد؟ نعم. يلا، من أي البلدان أنت أخي محمد؟ من الأردن. أهلا وسهلا فيك محمد، من الأردن إن شاء الله تعالى إلى مكة. يلا يلا شد الهمة اليوم، ما شاء الله الأمور تمام ماشية مع المشاهدين. شد الهمة والله يسر لك أمرك يا محمد. يلا معك 500 ريال زدها حتى تصل إلى سؤال العبور إلى مكة المكرمة. يلا حبيبي، سؤالك الأول يقول: ثاني خلفاء بني العباس المهدي أبو جعفر المنصور أم هارون الرشيد؟ ثاني خلفاء بني العباس المهدي مين؟ هارون الرشيد. خلينا نشوف إذا كانت إجابة صحيحة. لا، هو أبو جعفر المنصور. يلا سؤال الذي يلي أخي الحبيب: دولة سميت بالرجل المريض أثناء ضعفها، هل هي الدولة العباسية أم الأموية أم الدولة العثمانية؟ العثمانية. تمام، بلاش تزبط معاك. يلا السؤال الذي يلي يقول: عبد الله بن عباس لقب به ترجمان القرآن بالمحدث أم بالفقيه؟ عبد الله بن عباس هل هو ترجمان القرآن أم المحدث أم الفقيه؟ فما هي؟ نعم
ترجمان القرآن. تمام تمام. يا الله يا محمد، الله يسر لك أمرك. عاصمة أفغانستان حيدرآباد، كابل، تورابورا. كابل كابل كابل، ممتاز. يا الله، سؤال الذي يليه. عميد الأدب العربي لقب لي عباس العقاد، طه حسين، أم يوسف إدريس؟ تمام. يا الله، سؤال الذي يليه. يلا، ما هو ترتيب الملك غازي من الملوك الهاشميين في العراق؟ هل هو الأول أم الثاني أم الثالث؟ ما رأيك أخي حبيبي؟ نعم، الثاني. الثاني، لا، هو غازي الأول، فهو الأول. على أي حال، إلى من يرجع نسب الأمويين؟ على أي حال محمد، مبروك، فزت معنا ب 900 ريال سعودي. فالآن ركز معنا، وضعك مؤهل حتى تدخل معنا إن شاء الله تعالى إلى مكة المكرمة. ركز معنا محمد، والله يفتحها عليك، وإن شاء الله يكون السؤال سؤال عبور سؤالا جيدا وسهلا عليك إن شاء الله تعالى. مع محمد من أردن إن شاء الله تعالى إلى مكة. يلا محمد، ركز معنا، والآن حاول أن تختار القطاعات المناسبة لك. معك الآن لغة عربية، علوم، تاريخ، جغرافيا، دين، و معلومات. تفضل. معلومات عامة. معلومات عامة. إذن سننطلق مع أخينا محمد من الأردن وهو من عمان، سأختار قطاع المعلومات العامة. إن شاء الله يكون السؤال سهل علي ويكون الفائز الثالث. خلينا نشوف الله. السؤال يقول السؤال في المعلومات العامة: مخيم يقع شمال شرق غزة ويقع بمسافة كيلو متر عن طريق غزة يافا، ما اسم هذا المخيم الذي يقع شمال شرق غزة عن طريق غزة يافا؟ أخي الحبيب، تبدو السؤال خلاص. هو مخيم جباليا، أنشئ عام 1948، لكن انتهى الوقت أخي الحبيب، معلش سامحنا محمد، الوقت معيار مهم. 15 ثانية. كل عام وأنتم بخير، أدعو الله سبحانه وتعالى أن يسر لك أمرك وتصل إلى مكة المكرمة في القريب العاجل. إذن إخوتي أخواتي، فاصل قصير ونعاود معكم إن شاء الله تعالى المسير إلى مكة، كونوا معنا. أخوتي وأحبتي، أهلا ومرحبا بكم. حقيقة أسعد بفوز المتسابقين الكرام بهذه الجائزة الروحية تقدمها إقرأ في هذا الشهر الكريم الفضيل، وهي أداء العمرة برحلة مدفوعة الأجر كاملة. وأسعد بالكلمات الطيبة كمقولة أخينا محمد نور وهو من سوريا، عندما قال أنا أتابع القناة وأتابع هذا البرنامج، فسعادتي غامرة وسعادتنا غامرة حقيقة بما المعلومات التي تقدمها وبهذا الحب من مشاهدنا الكريم لقناتكم، قناة إقرأ الفضائية. إخوتي أخواتي، للذين فازوا معنا وإن شاء الله تعالى سيفوزون معنا، أذكركم أرجوكم إرسال بأسرع وقت ممكن المعلومات كاملة، الاسم الرباعي، صورة عن الهوية الشخصية، المبلغ الذي فزتم به والجائزة، وأيضا تاريخ الحلقة التي فزتم بها، مع صورة من أي إثبات للهوية الشخصية، على البريد الإلكتروني وهو اقرأ tv2@اقرأ.com، مع دعواتي الخالصة لكم إخواني وأخواتي بالفوز الدائم من خلال برنامجكم برنامج الطريق إلى مكة. أذكر أيضا إخواني وأخواتي أيضا بأن اليوم إن شاء الله تعالى في نهاية هذه الحلقة سيتم السحب على السؤال الأسبوعي، وقيمة الجائزة هي 10,000 ريال سعودي للأسبوع الرابع في هذا الشهر الفضيل. الآن إلى متسابق جديد إلى مكة. السلام عليكم أخي هدي. هدى، طيب أختنا هدى، السلام عليكم أختي هدى. أختي أيوة هدى. أيوة، كيف الحال أختي هدى؟ إن شاء الله بخير. السلام. كيف حالك أختي؟ إن شاء الله بخير. السلام. الحمد لله. كيف أخواننا في الإمارات العربية المتحدة؟ إن شاء الله بخير. أنتم سوريون مقيمون هناك صح؟ أيوة. طيب يا ستي، فرصة سعيدة وسعداء بسماع صوتكم. جاهزة أختي الكريمة للانطلاق إلى مكة المكرمة؟ الله يفتح عليك أختي الكريمة. يلا، أختنا هدى سورية مقيمة في الإمارات، إلى مكة إن شاء الله. يلا أختي ركزي معنا الآن، معك 500 ريال سعودي، حاول أن تزيديها حتى تصل إن شاء الله تعالى إلى مكة المكرمة. تمام أختي الكريمة؟ إن شاء الله. الله يفتح عليك. سؤالك الأول يقول كالتالي: يقول السؤال، أطول نهر في أمريكا هو الفولغا، الراين، أو الميسيسيبي؟ الميسيسيبي. تمام، يلا اللي ساعدك ما غشك. السؤال الذي يليه: تسمى الذبيحة يوم النحر تقربا لله، الأضحية
أم العقيقة أم الوليمة؟ تسمى الأضحية؟ الأضحية. تمام ممتاز، سؤال إجابة جيدة. السؤال الذي لي، ما هو ثاني مسجد؟ الأضحية. طيب ما هو ثاني مسجد بني في الإسلام؟ قباء، المسجد النبوي أو المسجد الأقصى؟ قباء. لا المسجد القباء. قباء الثاني النبوي. النبوي عصر. النبوي. تمام، هدي أعصابك أختي الكريمة. النبوي. يلا ممتاز. يلا 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 أختي الكريمة يلا. عاصمة ولاية تكساس نيفادا، تينيسي ولا أوستن؟ حاولي ما تترددي عشان ما نعرف كيف نحسب لك الأشياء بشكل جيد. عاصمة ولاية تكساس هل هي نيفادا، تينيسي، أوستن؟ تينيسي. خلينا نشوف إذا كانت. طيب الثانية، خلينا نشوف إذا كانت إجابة صحيحة. هي أوستن أختي الكريمة. السؤال الذي لي لو سمحتي، من الذي ينسج بيت العنكبوت؟ هل الذكر أم الأنثى أم الابن؟ الذي الأنثى. خلينا نشوف. تمام يلا السؤال الذي يليه، من أول من جمع القرآن الكريم وكتبه؟ أبو بكر، عمر ولا علي؟ لكن انتهى الوقت أختي الكريمة. سمية ريال سعودي أختي هدى، تحياتي لك ولكل إخواننا المقيمين في الإمارات العربية المتحدة. كنت أتمنى أن تصل إلى مكة المكرمة لكن قدر الله وما شاء فعل. الوقت كان عامل مهم أختي الكريمة، كان في شوية تفكير زيادة عن اللزوم لكن معلش أختي الكريمة، الله يفتح عليك وإن شاء الله تصل إلى مكة المكرمة قريبا. إخوتي أخواتي، أرقامنا دائما معكم على الهواء مباشرة للاتصال لهذا البرنامج. هذه الأرقام موجودة معكم على مدى 24 ساعة عن طريقتين، الرسائل القصيرة أو عن طريق الرد الآلي. الرسائل القصيرة إخواني وأخواتي هي بإجابة واحدة، إذا أجاب المشاهد إجابة صحيحة واحدة سيصبح إن شاء الله تعالى من الداخلين بإذن الله تعالى في السحب والدخول معنا على الهواء مباشرة. إذا طبعا ستصل رسائل أخرى مجانية إذا أراد أن يكمل فله ذلك، والله يفتحها على الجميع إن شاء الله تعالى. وذكر إخوتي أخواتي دائما بأنه في نهاية حلقة هذا اليوم إن شاء الله في سيتم السحب للأسبوع الرابع بجائزة 10,000 ريال سعودي. حتى الآن بحمد الله أصبح عدد الفائزين 16 متسابقا، إن شاء الله سيؤدون العمرة قريبا بإذنه تعالى. يعني أتمنى في هذه الأيام الفضيلة أن يزداد هذا العدد أكثر فأكثر، وأن يتعرف المسلمون على بعضهم من كافة مشاربهم وأماكنهم. وهذه ميزة الإسلام، أنه يجمع كل المشارب وكل الجنسيات من كافة بقاع الكرة الأرضية، توحدهم رسالة واحدة في مكان واحد يجتمعون فيه في مكة المكرمة ويؤدون الحج والعمرة. وأيضا جميعنا نجتمع في قبلة واحدة توحدنا وهي مكة المكرمة. متسابق جديد الآن إلى مكة. السلام عليكم أخي عبد الله، كيف الحال؟ إن شاء الله بخير. كيف الحال أخي عبد الله؟ وأنتم بخير وصحة وسلامة. سلامات عبد الله. عليكم السلام. سلامات، صوتك تعبان شوي. طيب انا ايوه اخي الحبيب، انا ما اسمعك بوضوح. سلامتك. سلامتك، الف سلامه ان شاء الله اخي عبد الله. تمام تسمعوني جيدا شوي؟ طيب هيك تسمعوني كويس الان؟ الان طيب. اسال رجوك، انا اريد ان اسمع صوتك بوضوح. الله ييسر لك امرك اخي الحبيب. نعم نعم. يلا اخونا عبد الله من بلجيكا سيتجه إن شاء الله تعالى إلى مكة المكرمة. يلا أخي الحبيب ركز معنا كويس، والله يفتحها عليك أخي الحبيب. الآن معك 500 ريال سعودي، حاول أن تزدها حتى تعبر إن شاء الله تعالى إلى مكة المكرمة على خير. أخي عبد الله سؤالك الأول يقول كالتالي، بسم الله، يقول سؤالك الأول، ما هو الشرك الأصغر الذي حذر منه الرسول؟ الكبر، الرياء أم الإسراف؟ الشرك الأصغر الكبر. خلينا نشوف، هو الرياء أخي الحبيب. يلا السؤال الذي لي، عالم مسلم أسس علم الجبر، الخوارزمي، ابن النفيس أم جمشيد؟ الخوارزمي، ابن النفيس أم جمشيد الذي أسس علم الجبر؟ انسى ابن النفيس. ها؟ خوارزمي. خوارزمي ممتاز. يلا سؤال الذي يليه، معركة
خلصت فيها خولة بنت الأزور أخيها الأسير. هل هي معركة اليرموك؟ هل هي معركة أجنادين؟ أم هي معركة القادسية؟ ما رأيك أخي الحبيب؟ اليرموك. خلينا نشوف إذا كانت الإجابة صحيحة. لا أخي الحبيب، هي أجنادين. يلا سؤال الذي يليه. نظام الحكم السابق للصين قبل أن تصبح جمهورية، هل هو ملكي أم فيدرالي أم اتحادي؟ كان ملكي. كان ملكيا، ممتاز. يلا سؤال الذي يليه. يقدر عدد المساجد في سريلانكا حوالي 100 مسجد، 500 مسجد، ولا 2000 مسجد؟ ما رأيك أخي الحبيب؟ عدد المساجد في سريلانكا 500 مسجد. خلينا نشوف أخي الحبيب إذا كانت الإجابة صحيحة. هم حوالي 2000 مسجد، لأنه في نسبة من المسلمين أخي الحبيب هناك. الله يحفظك، فزت معنا ب 700 ريال سعودي. تحياتي لك أخي الحبيب عبد الله من بلجيكا. كنت أتمنى يعني أن تصل إلى مكة المكرمة، لكن الوقت لم يسعفك، وبعض المعلومات أو بعض الأسئلة كانت صعبة عليك، كم كنت أتمنى أن تصل إلى سؤال العبور على الأقل. على الله سبحانه وتعالى يفتح عليك وييسر لك أمرك كما يسر لأخينا صلاح في بداية الحلقة، ولأخينا محمد نور من سوريا. لكن لعله خير قدر الله وما شاء فعل أخي الحبيب. أخواني أخواتي، أرقامنا دائما تظهر معكم على شاشة للفوز ب الجائزة الروحية التي تقدم قناة إقرأ الفضائية من هذا البرنامج، وهي أداء العمرة برحلة مدفوعة الأجر كاملة، بالإضافة للمبلغ الذي يفوز به المتسابق الكريم أو المتسابق الكريمة أو المتسابق الكريمة. الآن إخواني وإخواتي، أذكركم بسؤال الرسائل القصيرة للفوز بالجائزة الأسبوعية. ها هو السؤال، وسنعاود بعد ذلك إعلان اسم الفائز للسحب الأسبوعي وقيمته 10,000 ريال سعودي. من هو أول من حفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب بعد محمد صلى الله عليه وسلم؟ 1. علي بن أبي طالب. 2. عثمان بن عفان. أرسل مكة مع رمز الإجابة الصحيحة على الأرقام التالية. أو اتصل على الأرقام التالية. أهلا بكم إخوات أخواتي، الآن يتم السحب لمعرفة من الفائز بالعشرة آلاف ريال السعودي. وأود أن أنوه تنويها إضافيا، قناة إقرأ في الأيام القادمة الأخيرة ستقدم يوميا، كانت تقدم 5,000 ريال سعودي، الآن في الأيام القادمة ستقدم يوميا للمشاركين 10,000 ريال سعودي. وسيتم سؤال المتسابق في نهاية كل حلقة من الحلقات القادمة سؤالا واحدا فقط، إذا أجاب عليه إجابة صحيحة سيربح 10,000 ريال سعودي. يعني في الأيام الثلاثة القادمة كل يوم 10,000 ريال سعودي تقدم لمتسابق معنا إن شاء الله تعالى. الآن لنرى من هو الفائز بالسؤال السحب الأسبوعي الذي أجاب إجابة صحيحة على أسئلة القناة على مدى أسبوع كامل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم أختي الكريمة، كيف الحال؟ إن شاء الله بخير. من أي البلاد أنت أختي الكريمة؟ مش سامع. أختنا رولا من السعودية، حياك الله أختي رولا، كيف الحال؟ إن شاء الله بخير. أبا أبشرك أختي الكريمة بأنك فزت معنا بعشرة آلاف ريال سعودي. ألف مبروك أختي رولا. أختنا رولا من السعودية فازت بعشرة آلاف ريال سعودي. كل عام وأنت بخير أختي رولا. أختي رولا من أي منطقة في السعودية؟ من وين؟ من الدمام. أهلا وسهلا بك أختي، تتابع قناة إقرأ؟ متابعينها طبعا. الله يحييك أختي الكريمة، مبروك أختي رولا، ألف مبروك 10,000 ريال سعودي، ختامها مسك معك في الأسبوع الأخير في هذا البرنامج والسحب الأخير للسحب الأسبوعي. كل عام وأنت بخير. تحياتي للعائلة الكريمة، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يسر أمركم إن شاء الله تعالى. حياك يا الله. إذن أختنا رولا من السعودية فازت بالعشرة آلاف ريال سعودي الأسبوع الرابع. دعوات إن شاء الله التوفيق إن شاء الله أخواني وأخواتي، وغدا ابتداء من غد
مع نهاية كل حلقة سيتم السحب لعشرة آلاف ريال سعودي حتى يوم العيد إن شاء الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.